وزير الخارجية الياباني يوشيما هاياشي عقد اجتماعا مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد يوم من بدء اليابان في إطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة إلى المحيط الهادئ. هاياشي كذا مجددا أن اليابان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان السلامة وتقديم تفسيرات علمية وشفافة للجمهور في اليابان وفي المجتمع الدولي. الحكومة اليابانية وقعت على الخطة قبل عامين وحصلت على الضوء الأخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، ويعد التفريغ خطوة رئيسية في وقف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي بعد أن دمرتها كارثة تسونامي في عام 2011. وفي إطار مراجعة سلامة تصريف المياه، أكد وزير البيئة الياباني أن اليابان ستجري مراقبة حول منطقة إطلاق المياه وتنشر النتائج أسبوعياً، ومن المتوقع أن يستغرق الإصدار حوالي 30 عاماً.